السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. تحية تربوية جميع الأساتذة والأستاذات، جميع طلبة، جميع متتبعي قناة الرياضيات لجميع المستويات مات راشيد. إذا في هذا الفيديو سنتعرف على نهاية الدوال الأسية التي نرمز لها ب E E S X. نبدأ على بركة الله في حساب يعني نهايات الدوال الأسية. نأخذ المثال، مثال الأول، نهاية مثل الخاصية الأولى نعتبرها خاصيات. إذا الخاصية رقم واحد ليميت، سنحسب هنا نهاية أس إكس، يعني النهاية ديال الإكسبونسيال أس إكس، في حيث أن إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. عندما تؤول x إلى زائد ما لا نهاية تعطينا نهاية زائد ما لا نهاية. إذن كتعطينا زائد ما لا نهاية. سنشرح ذلك في على الميبيان، يعني الرسم الميبياني. ثم عندما تؤول نحسب ليميت e x، عندما تؤول x إلى ناقص ما لا نهاية فتعطينا الجواب هو صفر. إذن هذه خاصية ثانية، خاصية رقم اثنان. إذن لماذا هنا عندنا ناقص؟ وقلنا بأن الإكسبونسيال دائما موجبة قطعا في المجال L. إذن هنا الإكسبونسيال، فهذاك الإكسبونسيال فهي موجبة دائما، موجبة قطعا، موجبة قطعا، يعني ما غاديش نلقاو فيها على المجال، يعني المجال صفر زائد ما لا نهاية. ده هو المجال، مجال مفتوح، عفوا مجال مفتوح، يعني لأن الرمز قطعا. قلت بأن بالنسبة للنهايات ما غنلقاوش هنايا ناقص ما لا نهاية، دائما غنلقاو زائد ما لا نهاية ولا صفر ولا واحد ولا اثنان إلى غير ذلك. إذا ما كنلقاوش ناقص ما لا نهاية. ثم الخاصية رقم ثلاثة، نكتبو هنا خاصية رقم ثلاثة. ليميت نحسب الآن مثلا ليميت ديال مثلا ليميت إكس في الإكسبونسيال دو إكس، حيث أن إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذن هنا عندنا ليميت ديال الإكسبونسيال، إلا كان عندنا الإكسبونسيال مع إكس دائما هاد الإكس كنهملوه، يعني يهمل. غادي نكتبو هاد الجملة هادي. إذن هادي الخاصية، يعني أن هنا زائد من النهاية، في زائد من النهاية لأن هادي راه شفناها، ها هي الإكسبونسيال عندما يؤول إكس زائد من النهاية كتعطينا زائد من النهاية، يعني زائد من النهاية زائد من النهاية كتعطينا زائد. لكن هنا أشنو كيوقع هو أننا داك الإكس كنهملو، يهملو، يعني إكس أمام، غادي نكتبوها بمعرفتش لي فيتر، هنا المشكل ديال لي فيتر، كاينش إكس، هاد الإكس يهملو عند وجود ماذا؟ وجود الإكسبونسيال، عند وجود الإكسبونسيال. إذا كان مع الإكسبونسيال فهو يعني كيتهمل، يعني نعتبره أنه غير موجود، كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. وبالتالي نحسب ليميت ديال هاد الإكسبونسيال، يعني كتبقى لنا ليميت ديال هذا. إذن هنا كاين إكس في أو أس إكس، إذن ناخدو ليميت ديال هذا، ليميت ديال الأو إكسبونسيال عرفناها زائد من النهاية كتعطينا زائد من النهاية، فهي في الأصل يعني زائد، لأن هذه كتؤول إلى زائد من النهاية، في زائد من النهاية راه كتعطينا زائد من النهاية، هذه معروفة زائد مع زائد، يعني كتعطينا زائد من النهاية. إذن هذه الخاصية الثالثة، الخاصية رقم ثلاثة. نشوفوا الخاصية رقم أربعة. خاصية دائما نردو البال مع التليفون واش كتبان الصورة أم لا. الخاصية رقم أربعة، الخاصية رقم أربعة في ليميت، يعني ديال ليميت اكس، هنا انا كنستعمل هذا الرمز، يعني في
لان الكتابه ديال الضرب بالنسبه للاعداد ما بقاش كنستعملوا فيه، يعني كنحطوا الاعداد مباشره في المجال، يعني عندما تنتمي اكس الى ناقص ما لا نهايه ماذا تعطينا؟ صفر. تعطينا صفر لان هذه الداله مع اكس، قلنا بان اكس رغم انها غتعطينا ناقص يعني كتنزل، وهذا الاكسبونسيال كتطلع يعني في الميديان وغتعطينا صفر. الى بغينا نشرحوا هذا في الميديان، في الميديان كاينه واحد الميديان بحال هكا، وكاين مثلا هذا الاكسبونسيال لان كاين المستقيم اللي كيكون متماثل بالنسبه لهذا الاسطول والارتب، وعندنا الداله مثلا هذه هي الداله، عفوا ما غاديش تمر من صفر، ما غاديش تمر من صفر، غادي تمر من هنايا. هذه هي الاكسبونسيال دو اكس، اكسبونسيال دو اكس. اذا هنا كل ما طلعت هذه الاكسبونسيال هذه كتنزل للصفر، يعني كتنزل للصفر، اذا حتى توصل لهذا الخط اللي هو كيساوي الصفر. بالتالي يعني في ناقص ما لا نهايه، لان هنا غادي نقصد به ناقص ما لا نهايه، اكس تساوي الى ناقص ما لا نهايه، لكن الاكسبونسيال يعني كتزاد، وبالتالي هنايا غادي تبدا تنزل هاد الاكس حتى كتوصل للصفر، يعني حتى كتنعاد من هنايا. اذا الاكسبونسيال دو اكس في ليميت ديال اكس في اكسبونسيال دو اكس تساوي الصفر. اذا عكس مثلا في عندما تؤول اكس الى ما لا نهايه بالنسبه لنا، هنا غادي نقصدو به زائد ما لا نهايه، يعني نطلعو من هذا الخط، لان هنا كاين الاعداد، كاين هنا رقم واحد، رقم جوج، رقم ثلاثة، وغادي رقم ثلاثة وغادي. اذا ملي كتقول اكس يعني هاد اكس طالعة، يعني ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، اشنو كتعطينا؟ هادي هادي كتعطينا زائد ما لا نهاية، يعني حتى هي طالعة نيشان، كتعطينا زائد ما لا نهاية. اعتقد كيبان لكم الرسم مزيان. اذا عندما تقول هادي هي اكس، يعني هاد الارقام هما هادو واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة طالعين في هاد الارتب هذا، يعني هذا ايكغيك، وهذا المستقيم اللي كيمر من الصفر اش كيساوي؟ كيساوي هاد يعني هاد الارتوب يساوي الافصول، بمعنى ان العدد ديال ايكغيك كيساوي العدد ديال اكس، يعني ايكغيك يساوي اكس. لكن هنا ملي كنديرو شي عدد مثلا اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه، زائد ما لا نهايه، حتى هادي كتطلع كتولي زائد ما لا نهايه، زائد يعني كتبقى طالعه. اذا نشوفوا الخاصيه، وصلنا الخاصيه رقم 4، اذا هذه الخاصيه رقم 4. غادي نشوفوا الخاصيه رقم 5، الخاصيه رقم 5 غادي نكتبوها خاصيه رقم 5. عندما ليميت ديال مثلا اكس، مثلا ناخذوا او اكس او بلس اكس على اكس، نكتبها كبيرة. اذا عندما تعول اكس الى زائد ما لا نهاية، لاحظوا جيدا، غادي نعاود نكتب هاد الكتابة هادي، ليميت ديال كيكون عندنا الكسر او اس اكس على اكس، بحيث ان هاد اكس هادي تؤول الى زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية. قلت بان اكس دائما ملي كتكون عندنا هاد او اكس فكنهملو هاد الاكس هادي كتهمل، يعني كتعتبر كانها غير موجوده. اذا شفنا حنا ليميت ديال او اكس كتساوي زائد ما لا نهايه، اذا بالتالي هادي شنو غادي تساوي؟ عند اكس تؤول الى زائد ما لا نهايه غتعطينا زائد ما لا نهايه، هذا هو الجواب، لان هادي مهمله بحال ما كايناش. نشوفوا الخاصيه رقم 6، اذا خاصيه رقم 6، خاصية رقم 6 يمكن أن نكتبو إكس، يعني إكس يهمل أمام، إكس يهمل أمام بوجود هذيك أو إكس، أو أس إكس، غير كيفاش تعقلو عليها. إذا خاصية رقم 6 هو ليميت نهاية عندنا إكس الفوق أو إكس في الأسفل، حيث ان اكس تؤول الى زائد ما لا نهايه، زائد ما لا نهايه. شحال غتساوي هذه؟ شنو عندنا هنايا؟ عندنا اكس يعني عدد 5 6 7 8، لكن عندنا هاد او اكس اللي كاين هنايا
فهي غادي تمشي لزائد ما نهائي، لان كاين هنا زائد ما نهائي، غتمشي لزائد ما لا نهائي. بحال قلتي مثلا واحد على ألف، واحد على قلت مليون، واحد على جوج المليون، اذا شنو غادي تعطينا؟ تعطينا صفر، اكيد تعطينا صفر، لان هنا الا كانت هذه في المقام يعني زائد ما لا نهائي، هذه كتعني ماذا؟ كتعني زائد ما لا نهائي في المقام، في المقام يعني غتمشي بعيده، بالتالي غتعطينا صفر. ثم خاصية رقم سبعة، خاصية رقم سبعة، خاصية رقم سبعة عندنا ليميت ديال، دابا غادي نمشيو ناقص من هنا، ليميت ديال او اكس على اكس، بحيث ان اكس تؤول الى ناقص ما لا نهاية، ناقص هنا كاين ناقص، وقلت بان بالنسبة للاكس راه كتهمل بالنسبة في هذه الحالة هذه، يعني كنعتبر بالنسبة إلا كانت وجودة موجودة مع او او اس اكس، وعندنا هنا اكس في المقام، اكس في المقام لا تهمل، يعني ان هاد الاكس بحال ما كايناش، وبالتالي ناقص ما لا نهاية غير موجودة بالنسبة للاكسبونسيال، لانها موجبة، بالتالي كتعطينا صفر، لان ديال خاصية رقم سبعة، قلت هنا الاكس في المقام يعني بحال ما كاينه، وبالتالي غتبقى لنا او اكس او اس اكس مع ناقص ما لا نهايه، فكتعطينا صفر لانها تنتهي في الصفر، كتنتهي في الصفر، ما عطيناش عدد تالي. ثم غادي نشوفوا مثلا المثال رقم 8، اذا خاصيه رقم 8 نكتبوها في الورقه، خاصيه رقم 8، خاصية رقم 8 هي ليميت ديال ناخدو مثلا فاش كتكون عندنا، خاصية رقم 8 فاش كتكون عندنا المثال ديال او اكس فوق هنا اكس اس ان مثلا اس 7 ولا اس مثلا هنا اس 7، بحيث ان اكس تؤول الى زائد ما لا نهايه، اكس تؤول الى زائد ما لا نهايه، قلت بان هذا يمكن يكون عدد، عدد يعني يمكن يكون نربطو ليه مثلا بحرف ان، نقدروا نديرو ليميت ديال او اكس على اكس اس 10 اس 100 اس 1000 الى غير ذلك. اذا ماذا تعطي؟ شنو كتعطينا؟ هذه كتعطينا زائد ما لا نهايه، لماذا؟ لان هذه كتكون مهمله وكتبقى لنا ليميت ديال او اكس او اس اكس، اذا كتساوي زائد ما لا زائد ما لا نهايه. اذا نعطي مثال على هذا الشكل هذا، يعني ليميت ديال دائما اكس تؤول الى زائد ما لا نهايه، وعندنا او اس اكس هنا اكس اس ان اس ان، بحيث ان هذا راه هو عدد، عدد يعني يقدر يكون يساوي 10 يساوي 100 يساوي اي عدد، بالتالي كتعطينا ماذا؟ زائد ما لا نهايه، يعني كتعطينا ليميت ديال او اس اكس. قلت بالنسبة للجداء، يعني إذا كان جداء عدد في إكس، وكتكون عندنا مثلا ليميت ديال إكس أس إن، هاد ليميت ديال إكس أس إن في يعني الضرب أو أس إكس، قلت بأن إكس دائما تؤول إلى زائد ما لا نهاية مثلا، فهنا كنهملو هاد ليميت ديال، إذا كانت عندنا زائد ما لا نهاية، شنو كتعطينا؟ كتعطينا صفر. كتعطينا صفر، إذا الليميت ديال إكس أس إن في المجال سواء يعني زائد ما لا نهاية ولا ناقص ما لا نهاية كتعطينا صفر، إذا تساوي صفر. إذا هنا في زائد ما لا نهاية إلا درناها ليميت ديال إكس أس إن في أو ليكسبونسيال إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي صفر، يساوي صفر، يعني هنا نكتب صفر. نشوفو إذا هادو هما الخاصيات الموجودة، يعني مشينا حتى الخاصية رقم 8، فقط نعقلو على هاد العلاقات نكونو ضابطينها، يعني ليميت ديال أو أس إكس تساوي دائما زائد ما لا نهاية، دائما كتساوي زائد ما لا نهاية، وقلت أنها كتعطينا دائما زائد ما لا نهاية أو صفر، يعني نعقلو عليها مزيان، ميمكنش نلقاو ناقص ما لا نهاية، لأنها موجبة قطعا في المجال صفر زائد ما لا نهاية.
إذا أعتقد أن نتمنى أنكم تستفيدوا في هذا الفيديو، وشكرا. إذا ألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لتتبعكم. ما تنسوش الضغط على زر صابوني قطع الاشتراك في القناة، وشكرا.